التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا إيه المنافع، وابن رأيك عالدليل قول لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنفتح ملف السياحه وملف الفنادق، يعني الفنادق ما بين السائح والمواطن، ده موضوع حلقتنا النهارده. في بعض الفنادق بترفض استقبال المصريين او استقبال المواطن، وبتفضل استقبال السائح الاجنبي عن المصري. هل هذا الامر مقبول؟ هل هناك منطق في هذا الطرح؟ يعني مثلا في بعض المحافظات بتقول بعض الفنادق بيقولوا ان احنا مش هندخل، مثلا وليكن فنادق القاهره، مش هندخل سكان القاهره عندنا، وده مرفوض وفي قرار بالامر ده. فنادق الجيزه نفس الوضع، معظم الفنادق بتكلم او بتتحدث عن هذا الموضوع. هل هذا الامر يلقى منطق؟ هل هذا الامر دستوريا يقبل؟ هل هذا الامر قانونيا ان يحرم مواطن مصري في حقه في استمتاع بفندق او منشاه سياحيه او منشأة فندقية؟ ده اللي هنناقشه النهارده. سعدنا وشرفنا يكون معانا الأستاذ علي سمير عبد الله، المستشار القانوني والمحامي. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. شرفنا النهارده. أهلا بحضرتك. أيضا على الجانب الآخر الدكتور محمد عبد العزيز عابد، خبير سياحي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. اسمح لي يا دكتور محمد أبدأ بحضرتك مباشرة وفورا. اتفضل. هناك اتهام موجه إلى الفنادق وأصحاب الفنادق والقائمين على الفنادق بعدم استقبالهم للمصريين، وبيقولوا ان في قرار صادر بمنع استقبال المصريين، خلينا نقول داخل الاقاليم، يعني مثلا فنادق القاهره بتقول لا انا مش هستقبل سكان القاهره لكن ممكن استقبل ناس تانية. في فنادق بقى جودت في الموضوع اكتر وقالت مش هستقبل المصريين من الاساس. رد حضرتك على ايه على هذا الاتهام؟ هتقول ايه فيه؟ اولا انا احب اهني الامه العربيه والاسلاميه الاول بقرب مولد النبوي الشريف والاخوه المسيحيين كذلك. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه طيب. وكل الامه الاسلاميه بخير، واخواتنا طيب. الاخبار طبعا بخير وبصحه وسلامه. بدايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ما اقدرش اوجيزه نهائيا، لان علشان فندق يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده مبدئيا لازم يكون عنده قرار من وزاره السياحه يقدر ان هو يبني عليه القرار اللي هو بياخده ده. هم بيقولوا كده، بيقولوا عندنا قرار. اولا الفتره اللي احنا فيها دي يا فندم الفنادق يعني نقدر نقول نسب الاشغال اللي فيها قليله جدا، وبالتالي مش من مصلحه اي فندق ايا كان انه هيرفض اي طلب بان ناس تنزل فيه او ان طلبات حجوزات عليه. في الحاله اللي احنا فيها مع انخفاض نسب الاشغال اعتقد اي فندق من الفنادق هيرحب جدا 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 باي جنسيه، ومنهم طبعا الجنسيه المصريه اللي ما نقدرش ننكر في جميع الاوقات انها وقفت بجانب قطاع الفنادق على مستوى الجمهوريه كلها. في وقت من الاوقات لما حركه السياحه كانت ضعيفه جدا السوق المصري ساهم بشكل كبير جدا في ان في فنادق فضلت فاتحه ابوابها وفضلت شغاله ونسب اشغالها ارتفعت جدا 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 جدا. وبالتالي ما اعتقدش ان في فندق هيرفض دخول المصريين زي ما حضرتك بتقول كده. يعني حضرتك هتنفي هذا الاتهام جمله؟ تماما. طيب تماما. يا استاذ علي، ما تعليق حضرتك على ما يرتكبه القائمين على اداره الفنادق بعدم استقبال المصريين في الفنادق؟ مبدئيا مبدئيا نحب ان نتفق اولا ان ما يتفق على خلاف صحيح القانون والدستور فهو باطل. تمام. كل امر يتفق على مخالفه صحيح القانون والدستور فهو باطل. طبعا. فاذا صدر القرار من وزارة السياحة بهذا المضمون الذي ينفي ويمنع المصريين من التجوال داخل المحافظة من بني المحافظة الواحدة في التردد على فندق، فهذا يخالف للحريات والدستور، وهناك فيه إجحاف لحق المصري صاحب الملكية، صاحب الأرض، صاحب هذه الدولة، الذي هو له حق الانتفاع. طيب. وهو الشريك في الملكية. طيب متفقين على هذا الأمر مبدئيا. ما يحدث من إذا كان هذا. طب شفت حالات زي دي يا أستاذ علي؟ يعني شفت بالفعل، شفت وأقدر أضرب أسماء لفنادق بتمنع المصري من دخول عندها. أنا عايز أقول لك، أنا قبل ما ندخل الهواء أنا اتصل بي أحد المشاهدين قال لي أنا شفت واقعة بنفسي اتمنع المصريين من دخول الفنادق.
امام فضل. عيني حدث هذا في فندق من فنادق بلاش لا داعي للذكر دون في منطقه عزيزه علينا كلنا غاليه على كل مصر. حضرتك هتقول منطقه يبقى الفندق اتعرف. منطقه طابا هي عزيزه على كل مصري. فاذا ما ذهب لرؤيه هذه المنطقه التي استرديناها بعد عناء وبعد حرب قانونيه طاحنه الى ان تمكنا من استرداد هذه الفقاعه الغاليه، وجدنا ان هذا الفندق يمنع دخول المصري. يمنع دخول المصريين؟ ممنوع دخول المصري، او كانما بدلنا بالهند حينما يكتبون لافتات على دخول الفنادق ممنوع دخول الهندوس والكلاب. طب دكتور محمد قال لك انا غير مقبول المنطق ده اذا كانت الفنادق بتعاني من عدم وجود اشغال دكتور كامل. محمد فطبعا مش يعني بينظر لها من الناحيه السياحيه البحته في اداره الاماكن للتشغيل نسبه الاشغال من عدم الاشغال. تمام. ولكنه لا يشاهد رؤية العين ما يحدث داخل هذه الفنادق. يعني هو رؤيته اعلى واكبر لكن مش هو بينظر لها من المنطق الاقتصادي ليها. كرجل خبير يعني. خبير في مجاله هو بينظر من الناحيه السياحيه فقط. ان نسبه الاشغال اذا ما دلت العرض ودلت الطلب، اذا ما عجزت نسبه الاشغال فيسمح بالدخول. يا استاذ علي انا جايب لحضرتك خبير في السياحه وقال لك ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش موجود. لا موجود بالفعل، وننزل ميدانيا على ارض الواقع وافتح حضرتك المكالمات وشفت حضرتك وشفناها طيب. وحتى وقتنا هذا داخل فنادق في القاهره الكبرى تمام. والجيزه تمنع دخول المصريين. كلام جميل يا دكتور محمد. حضرتك بتنفي هذا المقوله وبتقول ان ما فيش الكلام ده ونسبه اشغال الفنادق محتاجه ناس. لا الكلام ده موجود. الاستاذ علي قال لك انا شاهد عيان على الموضوع ده وذكرت لحضرتك برضو اتصال انا بنقله لحضرتك بقول لك ان في احد المشاهدين قال لي انا اتمنع قدامي مصريين من الاستمتاع بفندق. حضرتك هنا جاي تقول لا ما فيش الكلام ده. شوف يا فندم انا مبدئيا اتحدى وجود فندق ياخد قرار زي ده، وانا مش بتكلم من وجهه نظر خبير سياحي وبس. تتحدى ازاي يا دكتور؟ انا جايب لك ناس شافت بعينها بنفسها. انا بقول لحضرتك انا بتكلم من وجهه نظر اقتصاديه كمان. لان عشان اجي على مستثمر او شركه اداره بتدير فندق واقول ان شركه الاداره دي بتمنع دخول المصريين في الفتره اللي احنا فيها دي، ده مستحيل. لان احنا بنتكلم في نظريه اقتصاديه بحته. مصاريف التشغيل بتاعه الفندق دي هيجيبها منين؟ هو منع دخول المصريين. طب خلينا بقى اناقش حضرتك يعني دعني امثل الغير الغائب عن هذا الامر. يعني هناك بعض الفنادق تقول لك انا الجدوى الاقتصاديه لاستقبال المصري غير مربحه وانا اقفل الفندق احسن. لا طبعا حضرتك اعتقد مدير فندق كمان يعني بتدير احد الفنادق. لا انا بقالي فتره طويله كنت في الاداره في اداره فنادق. اشتغلت 30 سنه في اداره فنادق وعمرنا ما نقدر ان احنا ناخد قرار زي اللي حضرتك بتقول عليه ده. وزي ما بقول لسيادتك لو حصل اي واقعه من دي فاعتقد ان الشخص اللي ممكن يكون تعرض لهذا الموقف من حقه تماما انه يلجا الى وزاره السياحه ويعمل محضر للفندق لو الفندق رفض دخوله بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه. كنظريه اقتصاديه مفيش فندق دلوقتي يا فندم عنده يعني قادر يكفي مصاريف التشغيل اللي عنده، وبالتالي مستحيل 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 ان هو هيرفض دخول جنسيه وهي جنسيه عزيزه علينا كلنا وهي جنسيه بلدنا. مش معقول ان احنا هنفضل اجنبي عن السائح المصري. بس ده كلام خلينا استوقفك وتكمل حضرتك. بس ده كلام احنا بنقوله كده يعني للتجميل الشكل. لا طبعا انتوا بتفضلوا الساحل الاجنبي عن الساحل المصري ولا ايه يا استاذ علي؟ لا 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 بالفعل خلينا نقول الكلام ده مظبوط. انا اكره شيء واحد الكلام الانشائي المعسول عن المصريه والهويه المصريه. شايف ان الدكتور محمد بيتكلم ده كلام معسول ده فده كلام ده هذا الكلام لا يسمن ولا يشفي من جوع. هذا الكلام يتحدث بموضوعيه وانشائيه، ولكن اذا ما اختلطنا يعني بارض الواقع يعني احنا هنزايد على وطنيه الدكتور محمد يعني؟ لا ما حدش بيزايد. حضرتك بتزايد كده في هذا الامر. لا كلنا بنحب تراب هذا البلد. تمام. ونعشق تراب هذا البلد، ولكن اذا ما اردنا ان نناقش قضيه او ان اردنا ان نجد حل لمشكله داخل البلد نجنب المثاليات ونجنب الشعارات وزمن التطبيل ننساه شويه. زمن التطبيل ننساه شويه. ترد على ده تقول يا دكتور؟ اولا احنا مش محتاجين ان احنا نزايد، المجال اللي احنا بنتكلم فيه لا يستدعي المزايده. احنا بنتكلم في واقع
والواقع دايما ما يقدرش اتنين يختلفوا عليه. الواقع بيقول ان لو ده حصل لاي حد من حقه تماما انه يلجا الى وزاره السياحه ويشتكي الفندق اللي رفض دخوله فيه. احنا في وقت من الاوقات كنا بنتكلم على السياحه الداخليه وكنا بنقول ان السياحه الداخليه كانت احد المصادر الاساسيه اللي اثمرت عن ان الفنادق فضلت شغاله بكفاءه عاليه جدا في فترات حاليا. السياحه الداخليه ايضا بتساند في الفتره الحاليه بتساند الفنادق في لحد ما يعني النهوض الى الامام. ما هو خلي بال حضرتك احنا قطاع الفنادق في مصر بيشتغل على ايه؟ في مناطق زي ما حضرتك عارف المناطق الساحليه اللي انا لو بنتكلم مثلا على منطقه البحر الاحمر او شرم الشيخ، المناطق الساحليه دي اغلبيه الوافدين اليها سياحه خارجيه. وسياحه خارجيه جايه علشان تتمتع بالجو بالشمس وبالانشطه الترفيهيه اللي موجوده هناك. بالنسبه للسائح المصري متواجد ومتواجد طول السنه، ولكن لما نيجي نقيس الانتاجيه بتاعت السائح المصري على مدار السنة كلها مش ممكن انها هتواكب الانتاجية بتاعت الاسواق الاجنبية خلال طبعا السنة. طبعا ده عملة صعبة. المسألة مش مسألة عملة صعبة وبس. المسألة مسألة اولا احنا بنتكلم على الكم، لما بنتكلم على اسواق بتضخ اعداد بشكل كبير جدا طول السنة مش ممكن هقدر اقارنها بسوق بيضخ اعداد قليلة في فترات معينة من السنة اللي هي الفترات بتاعت الاجازات. ولكن على صعيد آخر لما نيجي نتكلم على الأسعار اللي بياخدها السائح المصري في الفنادق، الأسعار دي في وقت يعني في جميع أوقات السنة أعلى بكتير جدا من المبالغ اللي بيدفعها الأجنبي. وبالتالي لما نيجي نبص ناخد علامة استفهام بعد إذن معليك هنا بس. طب لو سمحت نخلي الدكتور محمد، لا ممكن حضرتك تدون اللي حضرتك عايز تتعلق عليه. لا علامة استفهام. لا لو سمحت لو سمحت لو سمحت اتفضل يا دكتور محمد اتفضل. لما بنيجي نتكلم على الجدوى الاقتصادية هنا اهو، السائح المصري لما بيجي بيبقى سعره في وقت من الأوقات أحيانا ثلاث أو أربع مرات قد السائح الأجنبي. وبالتالي طبعا طبعا أنا ممكن الأجنبي يستمتع ده ملف آخر ده يا دكتور محمد. ده ملف آخر ومحتاجين نتكلم فيه نتكلم فيه طبعا هنسيبه هو شافنا ده عدل يعني، بس خلينا ما ندخلش فيه ده هنقحمه في حلقتنا. شوف حضرتك احنا زي ما كنا بنتكلم، احنا بنتكلم بصراحه وبنتكلم بالواقع. ده انا سعيد ان بيصدر من حضرتك هذا الكلام. بالظبط الواقع بيقول ان السائح المصري بيدفع في الفنادق قد اللي السائح الاجنبي بيدفعه احيانا ثلاث او اربع مرات. تمام؟ قده ثلاث او اربع مرات؟ تقريبا. طب انا خليني استوقف عند النقطه دي. فضل. لان انا محتاج ان دي علامه الاستفهام اللي انا قلتها. فضل. بعد اذنكم اعمل فيها مقاطعه علامه استفهام. متى يسمح للسائح المصري دخول منطقه مثل المناطق الساحليه مثل الغردقه وشرم الشيخ؟ امتى يعني متى السائح المصري حقه يدخل؟ امتى بيروح؟ في اي وقت؟ امتى بيتعمل له العروض البروموشن؟ امتى لما السائح الاجنبي بيغادر البلد ما بيلاقوش نسبه تسكين يقوموا عاملين العروض اللي بيعملوها عشان بس نرد ان السائح المصري بيدفع اضعاف ايه؟ احنا بنتكلم ده بيتعمل له عرض اليوم بكذا وبقى بكذا ويبقى بكذا عشان كذا. لكن السائح الاجنبي السائح الاجنبي محطوط له تايتلز، محطوط له برايز ليست محدد على مدار العام. تمام. هاي سيزون مش من نوع من هو ملوش علاقه بال ملهوش دعوه اذا كان ده هاي سيزون كثافه او الكثافه. تمام. العدديه او ده منخفض في سياحي ملهوش دعوه، هو ليه برايز ليست محدد. يتحدد بحسب اذا كان الفندق ده ثلاث نجوم اربع نجوم خمس نجوم على حسب هذا الفندق. طب حضرتك عايز توصل ايه؟ يعني عايز اوصل ان المصري محروم بالفعل من هذه الاماكن. لو حضرتك ولما يجي يروح بيدفع اكتر من السائح الاجنبي؟ بيدفع اكتر فين؟ ده انا بعمل له عرض عشان نسبه التشغيل بتبقى عندي قلت وتوصل ل 13% نسبه تسكين الغرف 13%. يعني حضرتك بتعمل له عرض بتقدم له ميزه ولا عيب؟ لا ده انا بقدم له مميزات. انا كده كده القريه فاضيه، تعالى يا مصري اهو اتفرج. طيب هضحك عليك. لا ده في نقطه اثرها الدكتور محمد هو اللي محتاجه تعليق من حضرتك. الدكتور محمد قال ان المصري بيدفع احيانا بيدفع ضعف الاجنبي مره واثنين وثلاثه.
يعني انا لك ان تتخيل مصري مثلا بقعد في اوضه ب 500 جنيه الاجنبي بيقعد فيها ب 300 جنيه ازاي؟ هل يعقل؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ ده الواقع محمد اللي موجود. لا ده مش الواقع اللي موجود. لو الواقع اللي موجود الاجنبي بيحاسب الليله بكام دولار على ادنى حد للاجنبي بالغرفه بالدولار دلوقتي بيبقى فوق بيوصل لل 150 دولار. لا الكلام ده يعني 125 دولار. الكلام ده بعيد تماما عن السعر. لا 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 ده موجود في بعض الفنادق يا دكتور. ده شغلي انا، ده شغلي انا، انا فاهمه كويس، انا اقدر اتكلم فيه كويس قوي. اولا علشان حضرتك تكون عارف بالنسبه للافواج اللي بتيجي من اسواق خارجيه، الاسواق الخارجيه دي بتتعامل بنظام عقود مع الفنادق او مع عن طريق شركات سياحه، والكلام ده بيبقى لهم اعداد معينه من الغرف بحصه معينه في بعض الفنادق، بيبقى فاوتشر حجز خارجي وبيبقى الفكره مش فكره فاوتشر وبس، الفكره فكره ان بيبقى فيه اعداد معينه متفق عليها مسبقا، وبالتالي علشان الاعداد دي بتبقى كبيره وبتغذي فتره طويله اثناء السيزن، وبالتالي هم بياخدوا الاسعار المخفضه اللي احنا بنتكلم عليها. لكن انا شخصيا انا غير موافق على الكلام ده، انا غير موافق على ان السائح المصري ياخد سعر اكتر من السائح الاجنبي. ولكن في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، يمكن احنا يعني ما كناش حاطينها في دور المناقشه، ولكن فضل. في بعض السلوكيات اللي لازم نتكلم فيها اللي السائح المصري بالظبط اللي السائح المصري لازم يبتدي يعني يكون على درايه بيها وهو يتحرك داخل الفيديو. علشان كده انت بتمنعه؟ لا طبعا، لا طبعا، ما حدش يقدر بقى يعني حقيقه المنع ان هو بيتم منعه ويقول لك لا ما تجيش. بالعكس انا كل اللي بقوله ان احنا كمصريين لازم نكون سفراء قدام الاسواق الاجنبيه اللي بتيجي تنزل في الفنادق بتاعتها. الكلام ده الاستاذ علي بيقول عليه كلام انشا ومزايدات. لا وخلينا نبقى ليه انشا ومزايدات، احنا مش في مجال ان احنا نزايد على بعض. اولا حاله القطاع في يعني في حاله من اسوأ الحالات اللي بيتعرض ليها، احنا في ازمه وازمه كبيره جدا واعتقد الكل حاسس بيها. الأزمة اللي احنا فيها دي مش من مصلحة أي حد إن هو يزايد على حد. بس خلينا نقول إن أزمة السياحة من الأزمات المتأصلة تاريخيا، يعني طول عمر السياحة كده بتمر بأزمات وعقبات وكأنها مركب بتسير في وسط الأموال، فخلينا ما نقلقش الموضوع ده ولا نروع، لأن أنا شايف إن في نوع من أنواع الترويع والتخويف للناس بأن السياحة وأزمة السياحة، طول عمر السياحة كده تمر بمنحدرات ومنعطفات ثم ترتفع إلى القمم ولا إيه؟ شوف يا سامح، احنا لينا مقولة دايما بنقول بيها إيه؟ بنقول دايما السياحة تمرض ولا تموت. بس بيجي عليها فترات كساد كتير، بيحصل مشاكل كتير، ولكن المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي يمكن مش متعلقة بالقطاع السياحي وبس، المشكلة متعلقة داخل فيها سياسات خارجية وملفات خارجية اكيد حضراتكم على دراية بيها، ويمكن ده يكون اكتر حاجة مؤثرة في القطاع اليومين دول. ولكن احنا بنتكلم على ان القطاع فيه مشاكل كتير جدا، لكن خلينا ان هو مش اسوأ ازمه مر على قطاع السياحه هي الازمه دي. لا مر بازمه، مر بازمات اكتر من كده. من فكره تفجير الفنادق اللي كانت في شرم الشيخ في فتره ماضيه من حوالي 5 سنين او اكتر، كانت في ازمه اكتر من كده حوالي 10 سنين. من وجهه نظري انا شايف ان دي تعتبر من اخطر المواقف اللي مرت على القطاع السياحي. اخطر المواقف. انا من وجهه نظري كل بتوع السياحه كانوا يجوا في كل ازمه يقول لك ده اخطر موقف. لا احنا لما جينا اتكلمنا على كانت السياحه بترجع تاني وبتعود والاشغال بيبقى 100% واكتر 100%. ايوه بس بيرجع لكن ما بيرجعش زي الاول. ما هو بص حضرتك، سهل ان كل حاجه ترجع لكن مش سهل ان انا ارجعها زي الاول. يعني لو جينا نتكلم على حال قطاع السياحه قبل حادثه الاقصر سنه 97، الاسعار اللي كنا بنبيع بيها كانت اعلى من الاسعار اللي بنبيع بيها دلوقتي. تمام. من إيه بعد سنه طبعا. لا لا لازم نوضح، نستوضح النقطه دي. يعني الاسعار اللي كنتوا بتبيعوها قبل 97 قبل حادثه الاقصر، ايوه كانت اعلى من الاسعار دلوقتي. الاسعار اللي بنبيع بيها دلوقتي بكتير. طب ما الناس يعني الناس بتعاني والناس بتشوف الامرين في كل شيء. جاي حضرتك تقول لا ما فيش مصري بيدخل، ما فيش ما اعرفش ايه. هتسمح لي هنتكلم في الجزئيات دي؟ اتفضل يا فندم. همس حاجات في قلب وزاره السياحه ذات نفسها. اتفضل. اذا ما تحدثنا عن ازمه السياحه في مصر، اين دور وزاره السياحه؟ تفضل الدكتور محمد عبد العزيز قال انه كل من حدثت له مثل هذا الموقف يتوجه لوزاره السياحه بشكوى. يعمل شكوى.
أين دور وزارة السياحة منذ بدآت أزمات السياحة؟ حضرتك لما يكون بتقابل حضرتك مشكلة سياحية روح للوزارة وبعد كده حاسبها. يعني تواجه الوزارة تقدم لشكوى وبعد كده حاسب الوزارة. إذا كانت الوزارة لا تقوم بعمل الأجندة الخاصة بها. يعني يا فندم ما تقومش بعمل الأجندة الخاصة؟ هنقول مع بعضينا. إيه دور وزارة السياحة في دعم السياحة المصرية؟ في اي دولة اوروبية واظن يوافقني في الكلام ده الدكتور محمد عبد العزيز هناك برامج معدة خصيصا برامج تلفزيونية لتوضيح للسائح ما المعالم التي يزورها الاماكن الخاصة. هي مصر محتاجة توضح للسائح المعالم اللي محتاج ان انا ابرز مواطن الجمال. انا عندي اماكن محتاجة ابرز مواطن الجمال. عندي وفي حد في العالم معرفش شرم الشيخ؟ لا حد في العالم معرفش المنطقة عندي التاريخية اماكن في مصر في ناس ما تعرفها. تعرف ايه حضرتك شرم الشيخ حضرتك تعرفها؟ تعرف ايه حضرتك عن خليج مكادي؟ مكادي انا افتكرت مكادي. تعرف ايه عن خليج مكادي؟ خليج مكادي ده خليج كبير موجود في البحر. تعرف ايه عن الغردقة؟ تعرف ايه؟ طبعا. تعرف ايه حضرتك عن استراحة السلام في طبعا انت شفتها في التلفزيون. شفت حتة منها. شفت ايه هي؟ تعرف ايه عن حمامة فرعون؟ تعرف ايه عن عيون موسى؟ ما انا مش معني بالسياحة يا استاذ علي. انا مش معني بالسياحة. انا مش التارجتس بتاع السياحة. ما عشان انا مش معني بالسياحة او انا اجهل مزارات بلدي المفروض توضيحا. توضيحا من وزارة السياحة برامج تعد. طيب كما كنا ايام الجامعة. طب خلينا هناك السياحة الداخلية التي طيب. كنا نقوم بها ببعض من الرحلات والانشطة الصيفية لطلبة الجامعة. طيب يا استاذ علي خلينا اسال حضرتك سؤال واضح ومباشر. تفضل. تعليق حضرتك على ان المصري او الاجنبي بيستمتع باسعار اقل من المصري، هل يقبل هذا الامر؟ لا يقبل. ودخلنا تحت اي مبرر اقتصادي؟ لا دي عنصرية واضحة. عنصرية في التعامل. انا اتحدث بصحيح القانون. هذا المسمى هي العنصرية. اذا حجبت عن ممارسة حقوقي وما لدي ومن انتفاعات بهذه البلد فهذه عنصرية. انتوا بتمسوا عنصرية يا دكتور محمد ولا ايه؟ بتصدروا للناس العنصرية؟ والله بص حضرتك انت تقدر تعمل لقاءات مع اي سائح مصري موجود في اي فندق من الفنادق اللي موجودة في مصر كلها. وما اعتقدش ان اللي علي بيه بيقوله بيحصل بتخاطب اني شريحة من السائح المصري يا دكتور. بص حضرتك الفنادق فيها شرائح كتير جدا لان احنا عندنا كاتيجوريز مختلفه مستوى. احنا عندنا كاتيجوريز مختلفه من الفنادق. ايوه من عندنا فنادق خمس نجوم واربعه. لا انا عندي من اول نجمه واحده يا دكتور. جميل. ما عنديش من نجمتين كمان. جميل. ده انا عندي جميل. من نجمه. حلو تمام. حلو طيب اتفضل. في فنادق من الصغيره اللي حضرتك بتقول عليها دي ما بيخشهاش الا مصريين طبعا اللي هي الشاطئ العام او في الغردقه يعني الشاطئ العام. هي المساله مش مساله شاطئ عام. بص حضرتك كل مكان بيبقى له التسعيره بتاعته اللي بيبقى له النظام بتاعه الاجنبي اقل علشان حضرتك تكون عارف. انا كنت من انصار ان احنا في الوقت اللي احنا بنستقطب فيه السياحه الداخليه ان احنا كقطاع فنادق لازم يعني نفضل السائح المصري عن اي سائح تاني. وبالتالي انا متفق تماما في حته ان ولاد البلد هم اولى ان هم يتمتعوا بالقطاعات الموجوده فيها. انت بتقول السلوكيات خاطئه ومحتاجين سلوكيات وراجع حضرتك تاني تقول تفضل السائح المصري. انا اللي بقوله دايما بقول ايه بعض الفنادق ما تقدرش ترفض ولكن انا بقول انها ما بتفضلش. ما تقدرش ترفض لان انا زي ما بقول لحضرتك كده ما فيش فندق المقنع يا دكتور يجرأ يا دكتور ان هو يتلكش بيتي المقنع بلاش بعد اذن حضرتك. اتفضل. بيبقى اسمه الرفض المقنع. لا ده مش رفض بمعنى المقنع. ايه انا بقول لحضرتك والله لا انا عندي نسبه الاشغال 100% عمرها ما حصلت بس يقول لك انا عندي نسبه الاشغال 100% بعد اذن حضرتك اسف وده الرفض مقنع مش من مصلحه لانه رفض مسبب بان انا ما عنديش اماكن شاغره. بص حضرتك مش لو انا رحت اشتكيت طيب. حتى في وزاره السياحه ما عندوش مكان عندك طيب. ازاي بص يا فندم مش من مصلحه اي فندق انه يرفض نزيل وخاصه في الوقت اللي احنا فيه ده. انت حضرتك كنت بتتكلم على نسب اشغال متدنيه في فنادق قفلت
احنا بنتكلم على ان في مجموعات كبيره من الفنادق، الفنادق اللي كان عنده 5-6 فنادق قفل 4 وفتح 2، الفنادق اللي كان فيها 11 و12 في فندق واحد بس اللي شغال. فما اعتقدش باي حال من الاحوال ان في فندق هيبقى عنده القابليه ان هو يرفض ان هو يستقبل حد من الحجوزات الموجوده. احنا بنقول في وقت من الاوقات في بعض الفنادق لا تفضل السائح المصري. ليه؟ علشان السلوكيات اللي احنا بنتكلم عليها. ودي انا شايف انها فرصه كويسه جدا، انا شايف انها فرصه كويسه جدا ان احنا نطرح السلوكيات دي ونطرح السلبيات اللي موجوده على اساس ان السائح المصري يبقى عنده الفرصه لما يروح الاماكن دي يلاقي المعامله. السلوكيات اللي حضرتك بتعترض عليها من السائح المصري، السلوكيات ولا السلبيات اصلا؟ السلبيات، السلوكيات اللي غير مرغوب فيها. طيب اولا بس قبل ما اتكلم عن السائح المصري، انا زي ما سبق وقلت احنا بنتكلم على اني انا كنت من اشد الانصار. حدد لي فين؟ من اشد الانصار ان احنا فأني الشريحه اللي انت هتتكلم فيه التعامل مع السائح المصري يتم بافضل شريحه. تمام، فأني شريحه؟ لو اتكلمنا على الشريحه المتوسطه هنتكلم في الشريحه المتوسطه. تمام، مكانهم بيبقى فين افندم؟ بيبقى مكانهم فين؟ يعني نقدر مش هروح انا بقى هيلتون طبق، نقدر نقول الفنادق الثلاث والاربع نجوم. بلاش نقول حضرتك حصل لك مشكله شخصيه في فندق طبق. لا يا فندم، الوضع عارفين الواضح ان في مشكله حصلت لك يا استاذ. هي مشكله ومشكله متدنيه ومن اهل بلد. المفروض وكان ابان وما كانش، ده كان قبل الثوره. قبل الثوره. طيب منطقه مصريه تخضع الى العلم المصري، ما ينفعش حد وتخضع. طيب انا فيما يخص طبق، هو فعلا المصريين ممنوعين من نزول الفنادق هناك؟ لا طبعا. انت مش حقيقي؟ لا طبعا. زعلي بقول مستحيل مستحيل. بص حضرتك كل فندق، كل فندق هيبقى عليه. يعني احنا لو طلعنا دلوقتي ورحنا الفندق هناك هيستقبل؟ طبعا هيستقبلوا حضرتك، اكيد يعرفوك يعني، انما هيستقبلونا؟ طبعا يا فندم، ويستقبلوكوا احسن ما يستقبلوني كمان. بص حضرتك، كل فندق زي ما قلت لسيادتك كده في خدمه بتاعت شرطه سياحه، وعليه في اعتقد ان وزاره السياحه كمان عامله يافطه مكتوب عليها رقم على اساس ان لو في اي نزيل عايز يشتكي سواء كان مصري او اجنبي. تمام، اجمل حاجه الارقام عندنا في مصر. ليه اجمل حاجه؟ بس مين اللي يرد عليك؟ اهو شوف حضرتك، علشان نتكلم بموضوعيه لازم حضرتك تكون حاولت انك تجرب انك توصل الفكره. حصل. ولو حصل والفكره دي لم تقابل بالمعامله اللي كنت حضرتك منتظرها، يبقى من حق حضرتك تتكلم. لكن ما ينفعش ان احنا نتكلم وحضرتك لسه ما اخدش الخطوه. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. على الهوا دلوقتي حضرتك اخرج بره الكادر واعمل تليفون لشكاوى وزارة السياحة وقول انا عندي مشكلة. هيردوا عليه؟ هيردوا عليه ورد واحد جميل قوي. ان شاء الله هنحلها وندرس. طب هو المفروض هيرد يقول لي ياخد قرار يعني يصدر احكام؟ لا مش يصدر لي حكم. انا لما اتصل نتعامل بقى، انا هنتعامل، هنتكلم بان انا مقدم شكوى. تمام، مقدم. ايوه فانا حضرتك هتقدم شكوى هتاخد رقمها هتتابع معانا. هنتابع معانا. المفروض ان انا حضرتك تقول لي مثلا الدكتور محمد اساء فيا خلاص نقدمه. العمر الطويل لحضرتك. تمام. انت بتقدم الشكوى وبتاخد دورك بس بترد. يعني سعادتك خلينا بص. انا دايما مقتنع ومؤمن جدا ان مضاع حق وراءه مطالب. اكيد. وانا لما ادخل فندق الدكتور محمد او يا استاذ علي والقى فندق يقول لي لا انت ممنوع من الدخول وانسحب واخرج كده يعني مرور الكرام، خلاص انا تنازلت. كان ليا حق، تنزلت عن كان ليا حق وتنازلت عنه. انت تنازلت خلاص. يبقى مش تيجي حضرتك هنا تقول ان لا في فنادق ما بتدخلش مصريين. لا هو هنا اللوم، كل اللوم على اللي تنازل عن حقه ولا ايه يا دكتور؟ انا شايف ده اللي انا بوجهه. انا ده اللي انا بوجهه للمواطن المصري. بتحرض المواطن يعني؟ لا مش بحرضه. انا بقول له ليه تتنازل عن حقك؟ ليه تتنازل عن اماكن طيب قيمه طيب في بلدك؟ الدكتور محمد ايضا طرح مهم جدا. فضل. قال لك الفنادق ده عمل يعني مجمل كلامه ان الفنادق ده عمل اقتصادي، فمش مش من الممكن ان انا اتخذ اجراء ضد اقتصادياتي. يعني انا محتاج عميل او محتاج نزيل او محتاج تشغيل وتيجي تقول لي لا انا مش هدخل المصري. يعني مش هدخل مصري؟ لا انا لو دخل لي واحد من اي مكان هدخله. ما انا السؤال لا يا دكتور، انا في سؤال وجهته للدكتور محمد، امتى بدخل المصري؟ لما بيبقى طب يعني حضرتك تقصد في هذا المقام
ان المنع ده في حاله الاكتمال السياحه او ان السياحه نشطه في هذا الوضع. ما تكلمش على الوضع الحالي. لا والوضع الحالي يعني الوضع الحالي يا استاذ علي عايز تفهمني ان فندق في التشغيل فيه 30% واجي امنع اقول لك لا انت مش تدخل. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. هناك فندق مش هقول اسامي عشان حضرتك اتفضل طبعا. من احد الفنادق هنا في مصر. تمام؟ في القاهره يعني. في القاهره. داخل القاهره. على النيل. خلاص بقى اصل هتقعد تقول مكانه قرب اقول حروف اقول لا. لو حضرتك دخلت دلوقتي كمصري تمام بيتعاملوا معاك لو انت كمصري من الفئه انت فئتك ايه؟ يعني ايه فئتك ايه؟ انت فئتك ايه معنى فئتك؟ بيصنفها ازاي يعني؟ بيصنفها ازاي؟ بالريتش او البور انت راجل مؤتدر وداخلي يعني او مش ما يخفاش علينا كلنا بندخل فنادق وكلنا بنتعامل مع الفنادق بنروح افراح وبنزور ناس وبنقابل نعمل مقابلات الافراح لا الافراح فبندخل عادي يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل يعني. الافراح شيء الافراح شيء والاقامه شيء والديوز او قد يكون يا فندم هناك اجراءات امنيه محتاج ان انا بقى يعني اشوف شكل الشخص ده انت بقى بتصنفه ان درجه تانية انا راجل امني محتاج ان انا اشوفه كرجل امن ولا ايه يا دكتور اذا ما استوقفت السؤال اللي عايز اساله لحضرتك يعني فضل. معنى كلام سيادتك ان السائح المصري وهو داخل فندق من الفنادق اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بيتعمل له انترفيو مثلا هيتصنف اذا كان هو يعني ريتش او بور بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ بناء على ان انا بقول لحضرتك برايز ليتس يعجزك ان انت تخش المكان ده برجليك. لا هو قصدي حضرتك ايه؟ يعني لو قلنا الاسعار مثلا على فكره يا فندم بعض السواح اللي هو السياحه الداخليه المصريين بينزلوا في افخم واغلى الفنادق اللي موجوده وما بتفرقش معاهم ما تكلمش لا احنا الاستاذ علي سال حضرتك سؤال واضح قال احنا بنتكلم عن انه شريحه في المجتمع حضرتك انا سالتك وانت بتقول لي نقول الشريحه المتوسطه يعني هنقول هنقول الشريحه المتوسطه نتكلم عن الشريحه المتوسطه تمام نقول الشريحه المتوسطه حضرتك انت ساعتك بتنزله فين مش انا اللي بنزله فين او هو بينزل فين هو بينزل حسب على حسب المقدره هو حسب بتاعته. ما يتراءى له تمام. حسب المقدره الماديه بتاعته حسب البادجت اللي هو حاطه اللي هيصرفه في الاجازه جميل. بتاعته جميل يبقى انا لو هتكلم على الطبقه المتوسطه مش هلاقي واحد يخش من الطبقه المتوسطه تحويشه عمره يخش لي بيه فندق خمس نجوم ما يدخلش يا فندم خمس نجوم هيخش بيه يدخل فندق على قده هيخش على قده 3 نجوم يا فندم هو يا فندم حضرتك مش في عربيه بمليون جنيه وفي عربيه ب 100000 جنيه في هو حضرتك لازم تركب العربيه اللي بمليون جنيه علشان تقول انا بحدود الدخل لازم اركب اللي بمليون جنيه طب وليه ولا ايه يا دكتور دي وليه وليه انا بقول ولا دلوقتي ولا طالب ان العربيه تبقى يعني في متداول الطبقه المتوسطه طب ما انا بقول انها ليه بتعكس الايه طب ما انا بقول انها مرحله اقتصاديه يعني يا فندم ليه بتحاول لا ما انا بقول انها مرحله اقتصاديه انا برد كل دول انا برد يا بيه انا برد يا بيه ما احنا هو بيقول لي دي مرحله اقتصاديه حرجه انا بسمح لكل الطوائف بالدخول لداخل هذا المكان تمام لا هي المساله مش مرتبطه بالفتره اللي احنا فيها الفنادق على مدار السنه كلها مش من حقها انها ترفض حجز من سائح مصري هو حضرتك بناء على اي بما ان حضرتك خبير سياحي زي ما حضرتك قلت بما ان حضرتك خبير سياحي هو ما فيش حاجه اسمها المواسم السياحيه في طبعا يعني شرم بالنسبه لنا احنا كمصريين او الغردقه احنا اللي احنا نعرفه ان احنا اجازه المصرف بتاعتنا في الصيف جميل لكن هي كشرم او الغردقه هي مشتى بص حضرتك هي جوها حلو طول السنه ما نقدرش احنا بنتكلم مع بعضينا في الصيف حضرتك ما تقدرش تقعد فيها احنا بنتكلم على فكره على فكره نسب الاشغال في الصيف اللي فات في الصيف اللي فات من من مصريين. من المصريين السياحه الداخليه كانت عاليه جدا ده مصر كلها شرم الشيخ بالظبط والغردقه والغردقه الغردقه نسبه كانت عاليه لا انا هقول لحضرتك الغردقه نسبه الاسكان فين بقى لما فتحت بقى منظومة الإيجارات الحديثة طيب كل من قام ده ملف آخر يا أستاذ ما هو ده لما أنا معلش هنمرقص بعض احنا ما بنتكلم في الأماكن خلينا بس بعد إذن حضرتك يعني أبقى في صلب الموضوع كنت حضرتك بتقول إن هناك سلوكيات لا يجب أن تتوفر في مصر عندما يرتاد هذه الأماكن
وحضرتك قلت ان هو واجهه لي يعني الدوله امام السياحه الاجنبيه. بص إيه؟ احنا لما بنتكلم على السياحه الداخليه، السياحه الداخليه احنا كمصريين لازم نكون باصين لها من منظور مختلف الى حد كبير. السائح المصري وهو بيتحرك داخليا جوه بلده دي بلده، وبيتكلم نفس اللغه اللي بيتكلمها الموظفين اللي بتشتغل، وبالتالي التعامل ما بينه وبين الموظفين اسهل بكتير ما يكون في حاجز لغه، يكون النزيل بيتكلم لغه الشخص ما بيتكلمهاش. احيانا بيبقى في فنادق كلها بيتكلموا لغه غير العربي. لو عايز اقول لك بقى يعني بص يا فندم قول اتكلم. ما هو احنا لا يعني مش عايز اسمي احنا يعني في فنادق بتدخل بتلقى كل الكاست اجنبي وبيتباهى بذلك الاستقبال لكل اجنبي. بص يا فندم قانون العمل لا يسمح بذلك، قانون العمل بيقول ان لازم يكون في نسبه من المصريين بتعمل في المنشاه لا تقل عن 90%. ما هو مع حضرتك هو التلاعب بالقانون عندنا شيء جميل. ما انا عشان هنتكلم في القانون، قانون العمل حدد ان يكون على الاقل 5% هم اللي اجانب والباقي من العمالة المصري. لا هو النسبة بتاعت 5% دي لذوي الاحتياجات الخاصة الباقيين لذوي الاحتياجات الخاصة. لا 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 لا، فاذا حضرتك لو احنا بصينا هو بيقننها لك تماما. المصري المصري في المطبخ لا 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 في لا, 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 لا يعني بيبص احنا عندنا كفاءات بتشتغل يا سيدي فاضل احسن الكوادر اللي موجوده في العالم كله. الموظف المصري الناجح اللي فاهم شغله كويس بيخرج بره بيبقى احسن من احسن مدير بره أجنبي. بيخرج ايه وهنا تعالى احسب حضرتك الاول كان في كام مدير عام اجنبي موجود في مصر بيديروا سلاسل فنادق الدوليه، وشوف دلوقتي احنا عندنا كوادر مصريه من انجح الكوادر اللي موجوده. طيب. واقدر اسميهم لحضرتك بقالها قد ايه وايه السبب لو تحب. طب بقالها قد ايه وايه السبب؟ طب خلينا لا بقالها فتره طويله جدا. خلينا نخصص الحوار ونقول ايه السلوكيات يا دكتور محمد اللي مرفوضه من قبل زي ما بقول لحضرتك السائح المصري في السياحه الداخليه اولا لازم يحط في دماغه كويس جدا ان هو سفير للبلد قدام الجنسيات الاخرى. معنى ايه سفير للبلد؟ معنى الجنسيات الاخرى دي بتاخد فكره عن المجتمع بتاعنا منين. ما هو بينزل من الطياره بيخش على المنتجع اللي بينزل فيه، بيطلع من المنتجع على الطياره بيرجع بلده. التعاملات اللي بياخدها والانطباع اللي بياخده عن المجتمع المصري بياخده من ايه؟ من المطار بياخده من الموظفين اللي بيشتغلوا في المنشاه، ومن لو في جنسيات من الجنسيه المصريه موجود جوه المنشاه. وبالتالي انا دايما بحب احمل الشخص المصري الغيور على بلده مسؤوليه ان هو بيمثل بلده قدام الناس اللي بيزورونا دي. وعلشان امثل بلدي ونكون بنتكلم عليها بصراحه وتكون طالعه من قلبنا لازم نمثلها التمثيل المشرف. المشرف ده كلام عام يا دكتور، انا عايز نخصص في طريقته. زي ايه يعني؟ خلينا بس عشان الناس تقدر تستوعب من حضرتك ايه السلوكيات اللي انتوا كاصحاب فن او كعاملين في هذا المجال متضايقين مننا فيه علشان نربي الناس دي تاني. معظم الفنادق بتشتكي من السلوكيات اللي بتحصل في المطاعم. زي ايه يا فندم؟ المطاعم جوه المطاعم زي بياخد اكل كتير وما بياكلوش. بالظبط كل الفنادق بيتكلموا في الاوبن بوفيه. في الاوبن بوفيه طب اوكي بيتكلم هنتكلم عن الاوبن بوفيه حضرتك. طب خلينا ناخد السلوكيات لو سمحت للاخر. اتفضل يا دكتور محمد. في بعض الاحيان المظهر الملبس ما بيكونش لائق بالاماكن اللي بيخشها. يعني ايه مظهر الملبس؟ يعني انا عايز البس على محتاج الفندق. لا ما هقول لحضرتك المفروض دخول وبعدين يا دكتور هو مش كل شعب ليه طقوس؟ يعني مثلا لبست شبشب بشكل معين او لبست مش هو ده ممكن يكون في الكلور؟ مش ممكن الناس تيجي تتفرج عليه؟ ما حدش قال كده يا فندم. كده مش بيحصل في الهند بس تتفرج على لبسهم. احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نمثل البلد التمثيل المشرف قدام الزوار اللي جاي لنا من جميع انحاء العالم. ده ثقافه الشعب. الفولكلور اللي حضرتك بتتكلم عليه يعني مش ده مكانه. بمعنى اخر انت تقدر تلبس زي ما انت عايز. طب قول اللبس المناسب علشان ادخل فندق عند حضرتك. على الاقل علشان اخش مطعم لازم اكون لابس شميز وقميص وبنطلون و يعني انا داخل اتفسح مش داخل تأييد. محدش قال حاجه. انا كمان يعني انا داخل عشان استمتع بالوقت. هتقول لي البس
يا دكتور ما هو للاسف الشديد للاسف الشديد انا طب اللي بيحصل ايه يعني انا مش عايز اكون بتكلم على العوام انا مش عايز اكون بتكلم على العوام ولكن في بعض الاحيان بنلاقي نسبه ضئيله جدا بيبقى يعني ليهم تصرفات سلبيه بشكل مش طب اللبس ايه اللي مش عاجبكم يعني احيانا بيخشوا طب قبل ما قبل انا مش عايز اتكلم قبل ما نشوف في ناس بتخش مطعم بملابس داخليه طيب فطبعا الكلام لا يصح اعزائي المشاهدين اعتقد الارقام موجوده قدام حضراتكم على الشاشه الموضوع يعني فيما يخص الـ يعني السياحه هل هي من حق المواطن ام السائح في ناس بتمنع المصريين من ارتياد الفنادق الدكتور محمد طبعا مصر على ان الكلام ده مش موجود وملوش اي اساس من الواقع خلص. ولو موجود قدام حضرتك وزاره السياحه ممكن تشتكي استاذ علي قال لك لا انا شاهد عيان على بعض الحالات دي ان هي بتحصل وما زلنا في هذا الاطار اتفضل يا دكتور محمد قلنا إيه بعض الملابس بقى. الملابس الناس احيانا تدخل بالملابس الداخليه إيه في المطعم في المطعم طبعا بالنسبه للسلوكيات حوالين حمام السباحه وحوالين ده في الميدل ليفل اه احنا بنتكلم عن الميدل في الميدل ليفل احنا بنتكلم عن الميدل ليفل خلينا نتعدى المصطلحات الاجنبيه عشان يعني بنتكلم عن الطبقه المتوسطه بتكلم انجليزي وانا بقعد اترجم لا 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 احنا بنتحدث عن الطبقه المتوسطه قله قليله برضو بيبقى لهم تصرفات سلبيه برضو عند مناطق حمامات السباحه والمناطق بتاعه البيتش او المناطق بتاعه الشاطئ الخاص بالفندق احنا دايما بنقول ايه كان عندي حلقه كنا عاملين حلقه قبل كده عن السياحه قالوا لنا بيجيبوا اكل هناك وده ممنوع كانوا بيستخدموا ازاز او كوبايات او حاجات بتاعه ميه بيستخدموها هناك وكانت ممنوع وكنا بنعاني مع الكلام ده كان ده موجود ما فيش فندق هيسمح لنزيل انه ياخد حله وينزل بيها في مكان زي اللي حضرتك بتقول عليه ما فيش فندق هيسمح بالكلام ده ياخد حله ليه ولكن احنا دايما بنقول ايه احنا ليه ما نفكرش ان احنا نبتدي ننشر ثقافة الفندقة في الشعب المصري مسؤولية مين يا فندم بص مسؤولية كل البلد ما هو انا ما اقدرش ان انا احدد المسؤولية على شخص بعينه لا انا اقدر احددلك اسمح لي احددلك اتفضل مسؤولية الفندق انا يا فندم عندي قانون في هذه المنشأة لو سمحت حضرتك ما تنزلش في المكان ده او في المنطقة دي الا بالاشتراطات دي حضرتك هتنفذها يا فندم اتفضل حضرتك مش هتنفذها اتفضل لا ما هو علشان نطبق اللي حضرتك بتقوله ده في وجود موجه كبيره من السواح المصريين ده بيبقى صعب جدا اعملوا لك ثوره داخل بالظبط بالظبط انا بعذر الزملاء اللي في قطاع الفنادق اللي بيتعاملوا في الفترات دي وخصوصا انت عارف حضرتك برضو نقطه من الحاجات المحرجه جدا 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 واللي بتعمل مشاكل كتير جدا ان بيبقى احد الاخوه المصريين ومعاه المدام بتاعته والمدام بتاعته محجبه وعايزها تنزل حمام السباحه باللبس بتاع الحجاب برضو دي سلوكيات بالنسبه للشعوب الاخرى دي سلوكيات سلبيه غريبه ليه غريبه هو غريب لا اصلا غريبه على الشعب الاخر بالنسبه له غريبه طبعا لكن عليها ان نتقبلها لا ما هو علشان نبتدي نتكلم انا وضح له دي واحده بس دي واحده علشان نتكلم في النقطه دي لازم هنتكلم في جزء في الهايجين في الصحه العامه والصحه العامه بتقول ان لا يصح ولا يجوز ان حد ينزل بكامل ملابسه في منطقه حمام سباحه لان في كم كبير جدا من الفيروسز والميكروبات ممكن ينتقل للناس اللي موجوده ولكن لما نيجي نفكر ليه ما نفكرش ان احنا في وقت من الاوقات يعني نفهم السائح المصري طب قبل ما نفهم السائح المصري معانا الاستاذه منى استاذه منى ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت انا كنت يعني مستغربه شويه من الكلام اللي بيقوله استاذ علي لان فيما يخص يعني ان بيتكلم على ان الفنادق ثلاث ارباعها الناس اللي بتشتغل فيها اجانب لا هو يعني هو ما كلنا بنروح فنادق وانا ما شفتش ان ثلاث ارباع لا هو مش اتكلم بصفه عامه بالاضافه لانه يعني اسمح لي بعد اذنك بس تسمعني يعني حضرتك بتقطع كتير وحضرتك مهاجم قوي يعني انا احنا بنحب ان كل الناس اللي شغاله في فنادق دي هي اساسا مصريين زينا زيهم وهم بيستقبلونا فانا مستغربه ان حضرتك بتقول ان هو احنا الاغلبيه اجانب ما شفناهمش حضرتك تقصد الاستاذ علي يعني ده كاتيجوريز مختلفه وبعدين برضو اسمح لي يعني دلوقتي حضرتك بتتكلم على انه الفنادق الشرايح اللي موجوده فيها على حسب انهي كاتيجوريز اللي حضرتك بتتكلم عليها
ما هو كل كاتيجوري هيدخل في النطاق وفي الشريحه وفي الفندق اللي هيقدر عليه. تمام. اللي هيقدر على الفئه المتوسطه هيدخل، اللي هيقدر على الفئه الاعلى هيدخل. طبعا. فدي زيها زي بالظبط المنتج اللي حضرتك بتشتريه. لكن يعني ما حدش بيمنع حد ان هو يدخل. طيب. انا دخلت فنادق كتير ما حدش منعني اني ادخل. طيب. دخلت في مواسم، ودخلت في مواسم كانت السياحه فيها شغاله بنسب عاليه، ما دام انا قادره اني ادخل الفندق ده ما حدش يمنعني اني ادخل. طيب هو فانا شايفه ان الكلام اللي بيتقال منافي للصحه صراحه. يعني كلام غير حقيقي. الاستاذ علي بيقول كلام غير حقيقي. غير حقيقي تماما. انا طيب. مصريه بدخل وكل الفنادق اللي انا اللي انا عايزاه بدخله بدخله. حد يقول لي انت داخله ليه؟ لو انا عايز اعمل حج بدخل وبعمل الحج وبقعد وبستمتع وبتعامل كويس بستمتع ببلدي. وفيما يخص بقى جزئيه ان وزاره السياحه مش عامله شغل ومش عارف ايه، حضرتك ادخل على اليوتيوب وشوف كم الفيديوهات اللي معموله كتسويق لمصر. حضرتك ممكن تشوف ان سي ان ان نفسها في وقت من الاوقات كانت بتعرض فيديوهات تسويقيه لمصر. تمام. كان في وقت من الاوقات سي ان ان بالفعل. شكرا شكرا يا استاذة منى، يعني اللي حضرتك عايزه تقوليه وصل تماما. معانا الاستاذ هيثم. استاذ هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ يعني برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. كان انا بضم صوتي طبعا للاستاذ علي. في ايه؟ مع الرئيس حضرتك دلوقتي الاستاذ الفاضل الدكتور محمد بيقول ان هو نسبه التشغيل 90% من المصريين. حد فينا دخل فندق لا نسبه 90% شغاله من المصريين؟ 100% في فنادق 100% يا استاذ هيثم. يعني في فنادق كل اللي شغالين فيها مصريين. لا لا مش كلها يا فندم، لا مش كلها. حضرتك تقصد فنادق معينه ولا كل الفنادق؟ لا معظم، لا الفنادق الكبيره كلها طبعا. الفنادق الكبيره فيها نسبه اجانب كبيره. هو الليفل العالي. بص بقى الخدمات، وبص للبص للمقابل اللي بيدفع او الخدمه اللي بياخدها النزيل او العميل على حسب الكاتيجوري اللي كانت بيتقال من شويه. يعني اما دلوقتي حد متوسط يروح يقعد في فندق ما بيقدرش يقعد في فندق، لو حتى متوسط يروح يأجر شقه زي مثلا زي ما استاذ علي كان عايز يتكلم ويوضح الصوره اللي هي بتاعت ادارات القوانين الجديده والكلام دوت. فعلا المتوسط واللي تحت المتوسط بيتجه لهذا الاتجاه وبينزل يعني بيعيش حياته كانه في المدينه. طب يا استاذ هيثم، فندق وخدمه وبتاع. انا بضم صوتي للاستاذ علي طبعا. استاذ هيثم، استاذ هيثم لو سمحت الدكتور محمد حابب يوجه لحضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. استاذ هيثم حضرتك بتتكلم يا فندم على نسب العماله اللي بتشتغل ولا على نسب النزلاء اللي موجوده في الفندق اللي بتقيم في الفندق؟ لا نسبه العملاء، نسبه النزلاء، نسبه الناس اللي بتشتغل. نسبه العماله قصدي حضرتك، نسبه العماله اللي هو اللي هو فيها مع الرئيس في الفنادق ودون ذكر اسامي نسبه عاليه جدا من الاجانب فيها شغالين او الجنسيات غير المصريه. يعني في اجانب في فنادق فيها نسبة كبيرة جدا من المصريين شغالين هم اللي بيديروا الفندق ده. أستاذ هيثم؟ تمام. طيب يا أستاذ هيثم حضرتك تعرضت لموقف إن أنت رحت فندق واتمنعت من الدخول كمصري ولا الكلام ده مش موجود وملوش أساس؟ في فترات معينة من السنة، في فترات معينة من السنة بيقول لك لا ما عندناش أماكن شغالة، إن طبعا بيبقوا الأجانب كلهم في الفندق فأوريدي أنت ما بتخشش. طبعا ما هي قعدك فين؟ ما يعني ولو جه واحد اجنبي مش هيدخله يعني ايضا في هذا الفترات دي كانت يعني امتى يا استاذ هيثم؟ حتى لو في عنده مثلا مكان فاضي لحد معين او مستوى معين من الناس بيقولوا لا ما انا عندي حجوزات. طيب. وعندي طب ما انت اوريدي عندك في حاجات فاضيه، يقول لك لا معلش اوامر. طيب هنسمع الدكتور محمد، اتفضل يا دكتور محمد. الفترات اللي سيادتك بتقول عليها يا استاذ هيثم اللي بيرفضوا وجود حجوزات وبتبقى بيوجهوا لسيادتك رساله ان الفنادق مليانه، فترات ايه بالظبط؟ انا فترات من السنه اغلبها في فتره الشتاء. اغلبها في فتره الشتاء. فانا وقت في الشتاء يا استاذ هيثم؟ يعني الراجل مش هيحدد يعني يحدد لي بس شهر شهرين. من 2 ل 4 مثلا او من 2 ل 6 من شهر 2 ل 4 من شهر 2 اللي هو فبراير لحد شهر 4. طب ما تحدد لحضرتك كده الهاي سيزون. طيب شكرا 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 يا استاذ هيثم، شكرا لحضرتك. انا بس عايز ارد بعد اذن حضرتك، هرد بس انا قبل ما حضرتك ترد. واحنا يعني بعد ما اتفق ان هناك ايضا انقسام في وجهات النظر، يعني هناك بعض الساده المشاهدين
يدخلوا يهاجموا الاستقلال. لا لا ما انا عايز ارد طبعا لابد ان احنا نتقبل هذا الامر. لا انا عايز ارد على هناك ايضا بعض الاتصالات بتساند حضرتك وتهاجم محمد. خلينا قبل ما حضرتك ترد حضرتك رد على بالنسبه للنسب العماله. انا زي ما قلت لحضرتك المفروض الموضوع مقنن لان ما لا يجوز المفروض تمشي بالقانون. انا مع حضرتك ولكن هتكون بنسب معينه يعني حتى لو تم تجاوزها هيتم تجاوزها بنسب معينه مش هتكون مستفحله بهذا الشكل. مش هنقدر ان احنا نخش فندق نلاقي نسبه العماله اللي فيه 95% اجانب و5% مصريين. It will never happens. عمرها ما هتحصل ابدا. تمام. الفترات اللي اتكلم عنها استاذ هيثم من شهر 2 لشهر 4 من المعروف جدا جدا ان اعلى وقت المفروض في القمه بتاعه الطلب على المقاصد السياحيه المصريه بتبقى شهر 1. شهر 2 بيبقى بعد فتره بيك، فبالتالي دايما بعد فتره البيك بيبقى فيه نزول في نسب الاشغال، وبالتالي الفتره حتى اللي هو استاذ هيثم مشكورا كان محددها قد يكون يا فندم يعني 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 مش يعني لا انا مسكش الناس. طيب انا يمكن ياخد شهر 1. انا هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. حضرتك لو هنقول انك بتبيع اي منتج والمنتج ده هتقدر انك تبيعه مثلا لحد معين ب 15 ولحد تاني ب 10، هتفضل تبيعه بكام؟ ب 15 طبعا. و 15 ده اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو السائح المصري، وبالتالي مش من مصلحه اي منشاه فندقيه انه هيرفض. اولا رؤساء مجالس الاداره والمستثمرين احنا بنتكلم عن المصلحه لكن احنا بنتكلم عن الواقع يا دكتور. الواقع بيقول ان انا في ناس بتقول ان بيرفض لما حضرتك لسه يعني اذا كان هناك واقع بيقول كده طب ليه ما نناقشوش؟ تمام حضرتك لسه قايل لي ايوه حالا قبل التليفونات ايوه بتقول حضرتك ان المصريين ليهم سلوكيات هي دي اللي بتخليني ابقى مكتظ من مش انا يا فندم انا مش بتكلم مش حضرتك انا مش بتكلم على حضرتك انا بتكلم على الاسره الكامله للفندق ذات نفسه بالزبط. مش بتكلم عن حضرتك كشخص حضرتك بالظبط انا بتكلم عن الاسرة الفندق جميل بتخشى من السائح المصري لسلوكياته اللي حضرتك وصفتها لي في الاكل في طريقة واسلوب الاكل في الاوبن بوفيه نمرة 2 في اللبس نمرة 3 كانت السلوكيات اللي عند حمامات السباحة وعند المناطق الشاطئ والمناطق الشاطئ تمام جميل لو احنا قلنا الثلاث حاجات اللي حضرتك بتقولهم دول يبقى حضرتك كده ما بتفضلش السائح المصري ممتاز. يبقى حضرتك وبالتالي بتحاول ترفضه رفض شيك. لا حضرتك نسيت نقطة مهمة جدا. النقطة المهمة دي ان احنا بنقول ان في يا دكتور بعض. محمد انا ما بعض دي أنا مش معناها بقاطع. مش عموم مع حضرتك انا قلت بعض تمام ما قلتش عموم جميل جيت تليفون من مشاهدة قالت ان انا بتكلم على العموم جميل. قبل انا جميل. ما بتكلمش قبل ما اتكلم على الاستاذه منى اللي دخلت في المداخله وحط طبعا لك حق الرد معانا الاستاذ احمد استاذ احمد الو اتفضل يا فندم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا بتكلم على حاجه دلوقتي الحديث لا يا ريت توطي التلفزيون بتكلم على الفنادق استاذ احمد استاذ احمد يا ريت توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون الو يا ريت تكلمنا من التليفون ايوه يا فندم اتفضل الو ايوه يا فندم سامعين حضرتك بالنسبه للبرنامج النهارده انا بخش كل الفنادق والفنادق دي مستويات معينه مش عايز احدد اسماء زي ما انتوا قلتوا تمام لكن خمس نجوم الفور سيزون وغيره وغيره خدت بالك ما شفتش حاجه زي اللي بتتقال دي ابدا مفيش ما حصلتش خدت بالك ما حصلتش نزلت الغردقه نزلت شرم الشيخ وفي فنادق خمس نجوم سلوكياتي كمصري هي المهمه تمام ومقدرتي الماديه على ان انزل في فندق معين هي المهمه تمام النهارده مش معقول ابدا اللي بيتقال ده ان في واحد بيخش فندق يروح قايل لي لا انت مالكش مكان ما تخشش انا بخش فنادق ما بيحصلش يعني أعلى وما بيحصلش الكلام ده تمام الكلام ده كلام مش عارف انتوا بتقولوه ازاي طيب كلام شكرا يا استاذ نفتكس والكلام ده حضرتك بتقوله ازاي يعني الاستاذ احمد بينتهى مكالمته قال لك انت بتقول الكلام ده لا حضرتك قلت لي ما تقولش مسميات اسماء لا طبعا لان احنا الاسماء دي محتاجه انها ترد طبعا انت حضرتك واخد فرصه وهم مش واخدين فرصه لا انا هقول عشان كده بنبتعد عن المسميات لا انا هقول لحضرتك على حاجه في بالفعل
انا زي ما بقولها لحضرتك, وانا يعني هناك موكل عندي ممن استاءوا من هذا الوضع وحضر الي في مكتبي لرفع دعوى قضائيه على احد الفنادق تسببت في احداث ازمه نفسيه لابنتي. يعني ايه يا فندم؟ ما تروح المحكمه والمحكمه ممكن ما تقبلش الكلام ده وترفض, يبقى خلاص ايه المشكله يعني؟ يبقى 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 على الدنيا السلام. القضاء هنستبق الاحكام. القضاء القضاء لسنا بصدده. طيب يا فندم احنا مش لان القضاء يعني اي مشكله نفسيه. ايه المشكله اللي حصلت يعني؟ هي جت تدخل الفندق قالها لو سمحت ما تدخليش. ده مش جت تدخل الفندق. ده يعني داخله هي وبنتين زمايلها. قالوا لها ما تدخليش. قالوا لها ممنوع دخول المصريين. معقول ممنوع دخول المصريين؟ ممنوع دخول المصريين. خد يا دكتور محمد, انا زي ما قلت لحضرتك هو من حق اي حد انه يتوجه بشكوى وان يتم التهيئ فيها من يتحدث. طب اذا كان ده موجود في الواقع ليه ما بنناقشوش يا دكتور محمد؟ يعني ليه دائما بتنفيه كليه؟ مش موجود يعني مش من حق اي منشاه فندقيه, اي منشاه بتقدم خدمات انها تقول لحد احنا مش هناخدك علشان انت مصري. احنا في مصر, احنا في بلدنا, ما ينفعش حد يوجه لنا كلام بهذه الطريقه. كون ان انا تواصلت, ممكن في دواعي امنيه مثلا؟ لا طبعا دواعي امنيه ليه يعني مثلا في امن الفندق يقول لك لا اصلا المصريين ممكن يعمل لنا مشاكل وبتاع فنرفض. لا طبعا, وحاولوا كده تصرفوا عن براحه كده. يمكن السلبيات اللي انا اتكلمت عنها هي سلبيات ممكن معالجتها, ويعني علشان السلبيات اللي قلتها دي تتعالجش. لا طبعا تتعالج. ليه ما تتعالجش؟ ليه ما نستغلش البرنامج عليك جزء من الجزئيات دي بالفعل في مكان زي دار الاوبرا. قلنا ممنوع الدخول غير بالكرابات او بال بالظبط. انا علشان كده بقول ليه ما ناخدش, ليه ما ننتهزش الفرصه روز معين لدخول الدار الاوبرا المصريه؟ ليه ما ننتهزش الفرصه ونخلي البرنامج عند حضرتك ده منبر نقدر ان احنا عن طريقه نطرح الافكار دي علشان نطلع بنتيجه ايجابيه, ان السائح المصري يبقى فاهم ايه الواجبات اللي عليه وايه حقوقه في المنشآت اللي هو بينزل فيها. نقدر ان احنا ننشر ولو فكر على اتيكيت وبروتوكول التعامل في الفنادق, دخوله على البوفيه, اعاده على منطقه حمامات السباحه والمناطق بتاعه الشواطئ. نقدر ان احنا ندي بريف ايديا, يعني نديهم فكره عامه عن الموضوع ككل. طيب. نقدر نوصل بيها ان احنا نثقف الشعب المصري. محتاجين تصطيف. فندقية. محتاجين تصطيف. طب انا في نهايه اللقاء اصلحنا. لا هسال سؤال. احنا اصلحنا وقتنا. فضل. اخر سؤال. فضل. في قلب فندق في اي مدينه ساحليه. الشاطئ ما بيتسمش كده للاجانب وكده للمصريين؟ بيحصل ليه؟ ليه انا بسال سؤال؟ طيب. ترد عليا حضرتك. لا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لا ما يحصلش. ما بيحصلش. لا ما يحصلش. ما بيحصلش يتمنع ممنوع ان انت. طيب. تعدي الحته دي؟ لا ما يحصلش. طيب. الا لو كانت الحته الثانيه تبع المنشاه ثانيه. كلام جميل. طيب في نهايه يعني بص حضرتك في مواقع بيبقى الفندق فيها ملاصق لفندق ثاني عشان هيقطعوا عليهم. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه؟ في نهايه اللقاء اود ان اقول بان هناك العنصريه موجوده بالفعل داخل المنشات السياحيه المصريه. ومن يقولون بان هذه الاشياء من نسج الخيال هم من سكنوا الابراج العاليه في خيالهم. شكرا. تحب تقول يا دكتور محمد فنان؟ احب اولا يعني اشكر حضرتك الابراج العاليه. اشكر استاذ علي على الحديث. انا كنت بس يعني اتمنى ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه اكتر, وان احنا نقدر ننشر وعي عام. احنا نوعدك ان احنا نفتح الملف ده مره واثنين وثلاثه, ننشر وعي عام للسائح المصري وهو بيتحرك جوه الفنادق ايه الالتزامات المفروض يكون مرتبط بيها. والسائح المصري ده فوق راس الكل. تمام. محدش يقدر يقول عليه حاجه. شكرا. ويخش في اي مكان هو عايزه. شكرا. اعزائي المشاهدين, اعتقد ان السياحه هي قاطره التنميه او احدى قاطرات التنميه في هذا الوطن. علينا ان نحافظ على مقدراتنا السياحيه, علينا ان نحافظ على فنادقنا, اماكننا السياحيه, مزاراتنا, لابد ان احنا نحافظ عليها, لابد ان احنا نكون كمصريين قدوه وش يعني نصدد للعالم الخارجي المستوى الحضاري واللائق بهذه المنشات.
بلا شك أن السياحة من حق الجميع وحرية التنقل من حق أي مواطن يكفله الدستور ويكفله القانون ويحميه الأعراف والحريات. نهاية اللقاء بتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ علي سمير عبد الله المستشار القانوني والمحامي. شكرا ليك يا أستاذ علي. شرفتنا النهارده. تحياتي. شكرا أيضا موصول إلى الدكتور محمد عبد العزيز عابد الخبير السياحي. شكرا ليك يا دكتور محمد. شرفتنا النهارده. متشكر. أعزائي المشاهدين دي كانت حلقة النهارده. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. هذه تحياتي سامح البقري. شكرا لكم وإلى اللقاء. التحدي قوم ودافع عن رأيك.